في أننا نعلن أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس ثلاثة أطفال بداية من شهر يناير 2019، وذلك حتى نتمكن من إضافة أسر جديدة هي في أمس الحاجة إلى هذا الدعم. الدولة لن تستطيع أن تزيد كل عام قيمة الدعم لكي تتحمل دخول أعداد جديدة، ولكن الهدف هو أن نرشد هذا الدعم ونثبته، ولكن نعيد توزيعه على الفئات الأكثر استحقاقا وعلى الأسر التي تدرك مسؤوليتها تجاه هذا الوطن. وبناء على هذا الكلام كان هذا الإعلان، وأيضا نحن ندرس في نفس الوقت أكثر من سيناريو للتعامل ولترشيد الدعم العيني أيضا سيتم إعلانها في خلال العام القادم. فمن غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتحرم أسر أخرى من الدعم كليا. فالسياسات الاجتماعية يجب أن تكون رشيدة، تحتكم إلى المنطق وتعتمد على مواردنا المتاحة وليس على احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم السكاني.